بعد تعنيفها لرضيعة، وزارة الصحة في كردستان تعاقب المستشفى. المعازيم زحفوا على الأرض لجمع النقطة في حفل زفاف. في إيران بيع شقة لكلب لعدم وجود وريث. والمزيد في هذه الحلقة من تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. في العراق تصدر للترند فيديو لتعنيف طفلة حديثة الولادة في المستشفى الدولي في أربيل، حيث ظهرت ممرضتان بجانب سرير داخل قسم الرضع، أحدهم منشغلة بهاتفها وتقوم بضرب الرضيعة لتبلغ من العمر يوم واحد، بينما يسمع صوت الممرضة الأخرى اللي اتضح لاحقا أنها خالة الطفلة وكانت تضغط على خديها بعنف. شاهدوا معي هذا الفيديو. وي جانك هم بالخالة 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 خبت يدين بالخالة بالخالة بالخالة. هذه الحادثة أو التصرف الوحشي بحق الطفلة أعادت إلى الأذهان حوادث عنف مماثلة لأطفال تعرضوا أيضاً للعنف في المستشفيات. في فيسبوك كتبت هاجر تقول: يعني تجيبون وتعينون بالعراق ماكو شيء اسمه فحص الصحة النفسية للموظف، شنو هذه الابتلاءات يا ربي، شلون قهر. أما حسام فقال: بس أريد أعرف شنو اللي مسويته لك هالطفلة، يعني حتى إذا عندك عداوة ويا أهلها ما راح تسوين هيش، لأن هي طفلة لا حول ولا قوة. بيش خير روحي أخذي ثارش إذا عندك عداوة ويا أهلها بالقانون وبالحق. ما أعرف شلون نريد الله يرحمنا وإحنا بأضعف مخلوقات الله، هيش نسوي. محمود أيضا قال في تعليقه: بدل ما يمنعون حالات العنف يمنعون الموبايل والتصوير. مشاهدينا، المستشفى الذي وقعت فيه هذه الحادثة لم تصدر أي بيان بخصوص ما حصل، في حين تحركت وزارة الصحة في إقليم كردستان واتخذت سلسلة من الإجراءات، من بينها إعفاء الممرضتين وإيقافهم عن العمل في المجال الطبي والصحي لمدة 6 أشهر، وأيضا إغلاق قسم الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى وإغلاق وتعليق قسم جراحة الولادة. أيضا سيتم معاقبة المدير والمستشفى وفق ضوابط غرامة المخالفات، إضافة إلى تحويل ملف انتهاك حقوق المرضى إلى المحكمة المختصة. من هذا الموضوع وهذا الفيديو مشاهدينا، عفوا قبل ما ننهي موضوعنا، خالة الطفلة اللي ظهرت في الفيديو صرحت تقول بأنها كانت تمازح الطفلة لا أكثر وبموافقة من والديها. من هذا الموضوع مشاهدينا ننتقل إلى فيديو آخر متداول لمشهد مؤثر ولطيف، يظهر تصرف عفوي وصادق من طفل مع رجل على كرسي متحرك كان يجلس في الشارع تحت حرارة الشمس الحارقة والحر الشديد، فقدم له الطفل المساعدة بما يستطيع. لنشاهد ماذا فعل. من هذا الفيديو ننتقل إلى الترندات العربية. في مصر ضجة واسعة أثار حفل زفاف في منطقة الشرقية لعريس ظهر وهو يرتدي زي خليجي، قيل أنه سعودي جنسية. الضجة أثيرت ليس لأن العريس سعودي، بل بسبب تصرف اعتبر فيه إهانة للعروس، فقد قام العريس برش النقود على عروسة أثناء رقصهم وأمام الحضور، ما اعتبر كثيرون أنه تصرف فيه إهانة وأنه يتعامل مع العروس كراقصات في الملاهي الليلية. وما زاد من الهجوم على حفل الزفاف ردة فعل المدعوين اللي تهافتوا وارتموا على الأرض لالتقاط الأوراق المالية لنثرها العريس. ظهر الزوج خلال المقطع وهو يرقص مع العروس، ثم قام بإخراج حزمة من النقود وألقاها على العروس أثناء الرقص. لنشاهد سويا.
مشاهدينا، هذا الموضوع أثار ردود فعل مختلفة وتعليقات كثيرة. أول تعليق من عبد الله قال فيه المفروض يتخانقوا مع العريس لأنه عامل أو عامل بنتهم معاملة الرقاصة. ليلى قالت الطمع يفسد الطبع، ظهروا كلهم على حقيقتهم، هذه فلوسها هي، كان واحد أو اثنين يجمعوا الفلوس بتاعتها بتاعت العروس. أما سمير فقال هو في الأصل اشتراها، فكيف تلوم من يقع على الأرض ليجمع عشرات الريالات؟ لا تلوم أحد، الفقر صعب. شاهدينا، بعد الضجة اللي أثارها الفيديو صرح شقيق العروس أن العريس يعمل في إحدى دول الخليج وكان يرتدي زي الخليجي بطلب من عروسته وهو مصري بالأساس، واللي حصل غير مقصود ولا توجد أي إهانة. وأضاف أيضا أنه بدل توزيع الحلويات على المعازيم قاموا برمي النقود لأن قيمتها أكبر، والفلوس اللي ألقاها العريس كانت من فئة 100 جنيه مصري. مشاهدينا من مصر وهذا الموضوع، ننتقل إلى جنوب المغرب. يوجد قرية نائية هناك، قرية أمندار الأمازيغية، وهي في ضواحي مدينة مراكش. هذه القرية لا يوجد بها مسجد، وإذا أراد أحد بناء مسجد فسيكون هناك صعوبة كبيرة أمام الشاحنات لنقل مواد البناء بسبب وعورة مسالكها الجبلية. لذلك قرر سيدات مغربيات من مختلف الأعمار، بلغ عددهم أكثر من 100 سيدة، قرروا حمل الطوب على ظهورهم وأكتافهم لبناء المسجد. ساروا في موكب جماعي مسافة تقدر ب 300 متر في المنطقة المعروفة بطرقاتها الوعرة. المسجد طبعا تم دفع تكاليف بناء من قبل أحد المحسنين، ومبادرة النساء لحمل الطوب تمت بشكل عفوي وبطريقة سلسة من قبل سكان القرية رغبة منهم في المساهمة في هذا العمل. هادشي خطير هادشي الاخوان. وي 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 دابا السلعه فين غتحطوها؟ السلعه شي حاجه غتحط هنا شي حاجه غتحطني على حساب الضيق. تبارك الله ما شاء الله، يعني انت هنا غيتبنى؟ اي الله يرحم والدينا. انت هنا غيطلع باش يتقاد مع هنا؟ باش يتقاد مع هنا باش تولي مقصوره وحده. اي مقصوره وحده، مقصوره وحده. فيديو نساء المغرب وهن يحملن الطوب أثار تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل المغرب أو خارجها. وإليكم بعض التعليقات على منصة أكس. أبو سمية قال تخيلي جو أثناء هذا العمل الشاق، مسجد للقرية ينقل طوبة على أكتافهم بكل فرح وطيب خاطر ورجاء لله رب العالمين بمضاعفة الأجر. الله يتقبل منهم ومنهن ويصلح أحوالهم ويكون عندهم كل ما يحتاجون من مستوصف ومدرسة وطريق زينة إلى جانب المسجد اللي بنوا بأنفسهم. عبد الصمد كتب في تعليقه المشاهد تعبر عن التضامن وحب الخير والبناء في البادية، الرجل والمرأة يعملان على قدم وساق لتربية ورعاية أطفالهم لتكوين أسرة متكاملة، والصورة السيئة هي النظرة الدونية من البعض لهذا المشهد الرائع، يبعث برسائل لا توجد في المدن والحواضر. أما بالناهي فكتب يقول كيف ستصبح أظهر هؤلاء النسوة بعد هذا العمل الشاق؟ من قلة الرجال؟ أتمنى أن يخصص الجناح الأكبر من هذا المسجد للنساء ويتضمن فضاء لتعليمهن القراءة والكتابة وفضاء للتوعية. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدناه، وهذه أيضا كانت بعض المواضيع اللي تم تداولها عربيا. للمزيد من أخبار السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العالمية ونبدأ من فيديو صادم من العاصمة الفرنسية باريس والتقط يوم أمس الأحد. الفيديو يظهر وجه مختلف للمدينة اللي ارتبط اسمها بالموضة ودور الأزياء العريقة والعطور. فقد انتشر فيديو لعائلات مهاجرين أفارقة يعيشون في الشارع
وسط العاصمة حول المراكز التجارية الرئيسية، وعلق نشر الفيديو بأن المدينة تبدو وكأنها من العالم الثالث. وإلى فيديو آخر صادم، لكن هذه المرة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أقدم شخص مجهول بدفع عجوز عمرها 86 عام من باب الحافلة، فسقطت على الرصيف وفقدت وعيها، ثم بصق عليها وهرب. فخرج شخص آخر من داخل الحافلة، لكن ليس لمساعدتها بل لسرقتها، حيث قام بمد إيده في جيبها وسرق المحفظة ثم هرب. إلى فيديو من روسيا لشخص اشتهر بمهارته في صناعة الفخار وتميز بالدقة والسرعة، دقيق وسريع لدرجة أنه صنع قدر فخاري في أقل من دقيقتين. لكن ليس هذا فقط ما زاد من شهرته، فأحد العوامل اللي ساهمت في انتشار مقاطعه هي الراحة النفسية اللي يشعر بها المتابعين خلال رؤيتهم لأعماله. روسيا وهذا الفيديو إلى الصين، حيث تسجل الروبوتات الصينية المتخصصة في العمليات الجراحية تسجل تقدم كبير. وانتشر فيديو لهذه الروبوتات أثناء القيام بعملية جراحية افتراضية، حيث قامت بتقشير بيضة وقطع جزء منها ثم خياطة الشق وإصلاح الغشاء بشكل احترافي. هذه العملية تتم عن بعد، حيث يتحكم بالروبوت أحد الجراحين باستخدام شبكة 5G. إلى فيديو آخر حقق على منصة أكس أكثر من 8 مليون مشاهدة لأنثى باندا تحتضن صغيرها في القفص بعد خضوعها للعلاج وغياب عنها لفترة قصيرة. صغير الباندا ظهر في حضن والدته السعيدة بعودته في مشهد مؤثر أسر القلوب.
الباندا مشاهدينا تعتبر من الحيوانات الذكية اللي تتعلم بسرعة، لكنها كسولة لا تتحرك كثيرا وحركتها بطيئة، وتعتبر من الثدييات النادرة في العالم. إلى فيديو آخر وترند آخر. مشاهدينا، نسمع كثيرا عن أشخاص تبرعوا بثرواتهم لحيواناتهم الأليفة بعد وفاتهم، أو ربما نسمع أيضا عن شراء ملابس باهظة للحيوانات أو تقديم وجبات طعام فاخرة لهم. لكن في العاصمة الإيرانية طهران وصل الأمر إلى بيع شقة لكلب، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزوجين يعلنان بيع شقة لكلبهم ليدعى تشينستر لعدم وجود وريث لهما. ليس هذا فحسب، فقد ظهر الكلب الأبيض الصغير وهو يبصم على عقد البيع بمساعدة السيدة. لنشاهد. تصرف الزوجين استفز عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة واسعة في إيران، ما جعل الشرطة تتحرك وتعتقل مدير الوكالة العقارية اللي تمت عقد البيع بين الزوجين والكلب، ووجهت له تهمة بتقويض القيم الأخلاقية ببيع شقة لكلب. وقال المدعي العام أنه لا سند قانوني للفعل اللي ارتكبه أو ارتكبته هذه الوكالة العقارية. شاهدنا من إيران وهذا الموضوع، ننتقل إلى أستراليا، حيث أقيمت المباراة النهائية في مدينة سيدني بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا لنهائي مونديال السيدات. خلال المباراة اقتحم شخص الملعب للاعتراض على الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث كان يرتدي تيشيرت عليها صورة للرئيس الروسي بوتين بهيئة هتلر ومكتوب عليها أوكرانيا حرة. تم إيقاف المباراة للحظات حتى تم السيطرة على المحتج وإخراجه من الملعب. كان توج منتخب إسبانيا للسيدات لكرة القدم بكأس العالم لأول مرة أمس الأحد بعد فوزه على منتخب إنجلترا بهدف، وتجمع المئات من الجماهير الإسبانية أمام الشاشات العملاقة، وبعد صافرة النهاية خرجت الحشود في احتفالات جنونية. We'll be right back.
نبقى مشاهدينا في عالم الرياضة. في تركيا انطلق يوم أمس الأحد سباق البسفور في اسطنبول للسباحة بين القارات في دورته 35 وبمشاركة المئات من السباحين من مختلف دول العالم. السباق تقوم بتنظيم اللجنة الأولمبية الوطنية التركية بمسافة 6.5 كيلومتر، وبدأ من ميناء كاتيلغا على الجانب الآسيوي وينتهي في منطقة كوروتشاما على الجانب الأوروبي. شارك في هذا السباق 2641 سباح من تركيا وخارجها. حقق المركز الأول في فئة الرجال المتسابق دوكان أولاتش اللي وصل إلى الضفة الأخرى في 41 دقيقة و22 ثانية. وفي فئة السيدات أحرزت المركز الأول المتسابقة نارين إذ قطعت المسافة خلال 42 دقيقة و54 ثانية. Yüzücünün katıldığı bu yarışta işte onlarcası finişe geliyor şimdi toplu halde. Alkışlar eşlik etsin lütfen onların bu başarısına. Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye tam 6,5 kilometre. انتهت حلقتنا. شكرا لكل من تابعنا. الى اللقاء.